العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فصل في غسل الميت. ميت كدغدي ساء يوقف السليحي درسينا هو روحا نودا بي وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية. أنت أصلاً وعشان الرماد مرك الله جابي أنا أفر على قدي قدي مشي سلوجدوه يا الله قاري وواجب أيوي وأنا فرض الكفاية وضد كغيب كم ذو هذا وقمان أنت كالدم بملها مدمد وغهر الله وحور مريء دقيتان كفصل في غسل الميت ثم يغسل وميت كوحوي نائب الفاعل كوال الدقاء بعد تحقق موته غير ذي سهدي الحقيقي يكذب على الدقاوي. فإذا وقته كان ميتك رجولا وهذا النن فالأولى كان أوليسا بغسله دقديسك أوليسا الآب أبوي أبيوي ميتك أنت أبيه أيا إن ردقه أوليسا أقوها بونا سقا أرفق محارمه أهو. ثم الجد هدنا او ويا او اوليسا جدك وابو الاب اب ابيو. ثم الابن ابن ايا او اوليسا او هبونا ويلكي او دلي ميك ابيو دقاي. ثم ابن يا كوي ويل او ويا. ثم الاخ ولا الايا هدنا او اوليسا الشقيق او لابن. ثم ابنه ماشي سجلت اصير حلكي يا كلاه. ثم العم أدير هدنا أوليسا شقيق أم لأبا. ثم ابنه ابن العم أدير كينا كيسا هو على ترتيب العصبات عصبوين كترتيب تودا حال أوكو سقناضي ابن نيغا وفي باب الارث مركي لجوب أو حوي ابن العم لأبوين ابن عم لأبن هكذا سداسي هاجرتي. ثم الرجال يا أوليسا رجع الأقارب قرابوين كأه أو هدى وحالك ودى رجال الأقارب من ذوي الأرحام وأبتقي أوهو يدالي إيكو أسألو جيدويل أوهو إيهو قبدي دالي إيكو أشأيكو. ثم الأجانب يا أدنكو حيق أبو أوليسا أو دمرك كهري أجانب توحالو لجيدوه ضد الأقارب وايد كان قرابات أهين أجانب وحرق إلسليها إلهي. ثم الزوجة الزوجة إحاس كما يتكايا أوليسا عدرها قلوا يسحى الزوجة وقد انتع دقائسا. ثم النساء يا أوليسا دو مركاس المحارم ومحرم يالكا وقبل ديسي يا مركاه يدي ولا شيء يكواسا لولا جيدا. وإن كان ميتك امرأة هدوية هي وين الدمر هدوية هي غسلها امرأة وحا دقاء النساء والأقارب دمرك الأقارب قرب إن كاو محارم تاؤم باردق هايو. ثم الأجانب أياردقو أجانب توحى الله وضابوا الدمر عن قراب الله لكن دمر إسليه أجنبي كلامها. ثم الزوج الزوج كأياو أوليسا وهدي اللوايو ننكي يحاسكي سيردق هايو دمر هدي اللوايو. ثم الرجال يا أوليسا رجاشا سؤال محارم ومحرم يالك أبهدي ولا الكيدي قواوي والكيدي. وإن كان ميتك كافرا هدوية هي قال فأقاربه كافل كغربه ينكيس الكفار قال ذا يا أحق بغسله دقديس كحقله كواس قال ذا من بين دقان كحقله. وإن دبوا حال سنية كم الغاسل كان دقها يهانتي سامينا وهذا روح لآمني او انو دغيتان كا كاملاي سيكلا لوغوما اميني كارو انو امي هل ربا ديكلا وحا فرسمي كرا. فين راه غاسل كو هادو اركو خيرا سنة ذكره انو شغا لا سنه. وين راه غيره وغيره خير هادو اركانا كف عن ذكره انو شغا وا كهرا يا امين كسدا سال ويقانا. ويستر ولا استر الميت ميت في الغسل في وقت الغسل دقيتان كوقتي سوال أسرى سو قاون تميل دكتور لقوم عم عمنا يميل الله مرة من بعد شل لقى سارة فيجيب السدر عورتي أرت عورتي سين لقري وواجب أنت كلنا واسدا سو كلا يدنا سنو. ولا يحضر محاضرة هي سوى الغاسل كم دقة هي ومعين غاسل كم وكال ماين هي غير كود إنه ما يشمل يتكلم لقوم دقة هي أي جوعان لوم الرابو ولي جو سو جلي كرا لقى سو ريابي
ولا يحضر محاضره يسوى الغاسل كان دغه ومعينه معين الغاسل غاسل كان كالمينايا لقد أصغير كون محاضرة أيها أصغر إنه حاضر ما شطق الله ما أقوله ويدخل الولي معهما وأقوله يا سيد ولي وافسحية ويبخر واللقاعية من أول غسل ميت كذا قديس أول كذا لقى بالله إلى آخر آخر غسل لقى قارة واللقيقنا يا بحال كده بقاطهم بقيق أصله غشرها يا بخورك وحليرها si adoora allah du ka soo baxmay shaan lo dareemin oo dadku aysan u dareemin kala dhaqay calash la riix waba ka soo bixi karaan neef wax lamid adoora way u bakhar wal qaaciya min awli ghusli mid ka dhaqidiisa walkeeda laga bilaabo ila akhiri akhiri ghusli laga gaar wal awla kan awlaysana waxa weeye kaunu kaunu ghusli u cilde ghusliga ahantiisa tahta saqfin saqaf hoosti wal mil dadan hoosti lagu dhaqo وبما ان بينه احد او ليس ما غا سو بارد ان قبو الا لحاجه باهي درتد ما هن دي حاجه جرتو بيها ان لا كرليه لو باهد وا قبو شديد هو قال اما وسخ وحا كو دغن بيا كرل مي وح كلي ان كسوله مركا سو كلي بيا كرل وا لا قادن هي لكن انه احد بما ان بارد الا لحاجه وسن وهان ما هن ما بارد كبرد شديد وي حاجه دي ووسخ انه لا يزول وسخوا أنزول إلا بالمسخ نبي الله كل يوم يوحك الآن كزول ويحرم وحا حراما نذر عورته ميت كعورد سلفيريا وحرام ومسوها عورد الله تابتنا وحرام إلا بخرقة إلغو تابتنا ماهن قف أما على القرفس إنو قفص وقعنت وقشنا تابسك لأنو تابت الله ما أقول قعنتي صبنان عوردين وحوي ما بين السرة والرقبة انتا صلى قدقين ويحرم وحا حرام نظر عورتي ميت كعورتي سلفيري وحرام ومسها عورت تابت كيدنا وحرام الا بخرقة وكتاب تماهن يا وبغير وبغيرها يكره الا تابت او وحوي تاب الشري وي وكراهي يغف وصغ عن خرقة يا وحق الشنين اما قلوا في سقمين وتابت كراهي نؤنو في ريح حرام نغطوتها ويندب وحال السنة يا الله يندور غاسل كوينو سنفيري إلى غيرها عورد غير كدين صنفيرنا على السنية ويندبوا على السنية الله يندر غاسل كاو علينا سين صنفيرين إلى غيرها عورد غير كدين صنفيرنا على السنية ولا يمسه غير العورة إن صنطابا على السنية إلا بخلقة على الإنو كتاب طمان خلقته وحقفا ليرها وقعنته وحقوا بينين ويندب وحكى الله سنيا أن يخرج إن الصابح غاسل الكل ما أي الذي كي في بدنه ميت على وش سكر يحسو إن بنانك كان واسون أو من الفضلات وحيالها فضل يا الكاس سمعنا هي بأن يتكي أو حكوتين على بدنه قليلا إن يرلي يخرج صوصا صار ما فيه بدنك يحسو يتكي أو عسكنا هي معنا حواقا ساسو عسنا قليلا معنا ساسو منك هوسو ريحي سو ريحي هوسو بدلي لعنا ساسو ويستنجيه وان يستنجيه ان يستنجي على السنه يا ميتك وينوي ويوضئه ويسقاده ويسقاد كان يدي سنه اسغا لغا ربا وسن انه نيهستو يي قو دقيتان كنو كذلك عباد او بلانيه ان صحيح ستنا كميد ميتك دقيدي سا كميد وعباده هدان نيو وحا وي جماعه اما شرط ما اهله ويستنجيه ان يستنجي على السنه يا او يوضئه ويسقاد كوضوء الحي ويوميل رأسه مدحيسه وسوق اللوعينه عند المضمضة أسوى كر أتاقن سنك بي أغشو ما يوان إيا والاستنشاقي مركو حوي المضمضة والغلغ شاد الغلغ إدى إيا والاستنشاقي صندارين تقول مقلو صندارين آيو وينوي وان ينوي إنو نيستال سنة يغاسلك غسله غسله ميت ميت كتقديسة واسطن صدقو الشيقة يا وحبه واجمعنا مرغن ما ويغسل وان يغسل غاسلك إنو رغال سنة يرأسه رأس الميت ميت كمدحيس يا ولحية وجركيس يا وجسده وجركيس بما إن بيعن كرقة يا وسدرين جوب ثلاثة صدح مرو كرقة سنوي إن سدر قال لقد دار تثليث للسماء يا سنو نبي دون قوانين سار كان تسعان وكان الدوانة ثلاثة يتعهد ولا سمه يا قاسلكو كل مرة مرة كستوح لا سمه يا إمرار اليد قعنت مرن كذا على البطن على وشد الشيء ذا أمريو mar walba na caloosha dusheeda umbusaas waxa weeye gacanta u marinaya suuqa soo baxan wixii meesha ku jiri lahaa soo bixi lahaa
marka yataahadu qasil huwa laasima ya kullu marati marka soo saarsada kamida imraar iyo diganta marinteeda cala albadni cala shadusheeda la mariyo laasima ya fa in lam yanzuf meedki hadu sanadiif noqon ama fa in lam yunzif faduna nadiifina noqon marka saahbaaysa in gaadin qoro fa in lam yanzuf meedku bi thalath sadh mar hadu san kun nadiif kun nadiif ku noqon زاد غاسلك وزيادنا يا وترن ترى اسدر ايو زيادينو لح تضوب لا بار ما ادو كسي دراو حديث سيديد او مركز وحا وين ادو كن نقودانا وترن على رواي سغال انو كدغو ولو حصلت النظافه بالشفع حديك حز سن الوتر وتر ترى اسدر الله سنه ياو ويجعل وسن وحا لا سنه ان يجعل انو ييلو في الماء ما قد حيس قليل كافور كافور كمتكي سير إنو يالو كدر على سنوية حوائر كافور عن بطني قليل وحال وقع إذا دي الله بدي بيها تغيير هي ماء المتغير هذا واسو مرنو غير مظهر أمبوها انت سأل دي دي قليل كافور والكافور كافورك في الأخيرة مرهد ودن بيس دي حيث حال وحالي أكدوك أدي بطن تثليثك وصنة مرهد أودن بس كافر اللي أودن رأى ولي بس سنة مغاكة صيئة ولي ولا كافر كافر في الأخيرة في المرة الأخيرة حالة وهذه أكادوك أذيك بضنوي والقليل قليل كل شيء هي ماوي يلا يسلب الماء بها عن كسيبين الظهورية وحد ظهر الداء وواجبه واجب الغسل ميت كدقيتان كيس واجب كيس معنى أركان تيسا لغوة داي تعميم البدن بدن كعميم ديس بالماء بيلغ عم موي ميدكا قف كان القبيسكي سمركي لا جوغ ركن لبا سو راعي جرا هلكان تعميم الماء بالماء مخوها نيهدا سو راعي ما انت نيهدي ولا سو شيغ سنه واي ركن ما انا وواجب هو واجب الغسل معنا غسل الماء واجب كيس كيس واجب كا تعميم البدن بدن كعميم ديس بالماء بيلغ عم موي الا لم تكن نجاسه عانيه هدينا كسغني فان كانت نجاس عين يهدي سارنت وجب زوالها إن لزول معنى إزالتها وجب ثم دبل ينشف أن ينشف إن لقلج يستحب وحال سنية أن ينشف ميتك إن لقلج بثوب مر القلج شكما أنت لو مر مرشد على القلج سنو فإن خرج منه من الميت شيء هدوك صبح بعد الغسل نقيتانك كبعد شيء هدوك صبح كفاه ميتك وحاكا فيناه يغسل المحل محل نجازه ama shayga soo baxay maxalkiisa la dhaqa kaafina ayuu midka waxba kama baran waa tii la yiri way saqaadkiisa waa u jira oo dhaqitaankiisa waa u jira wixii soo baxay kaliya oo baa laga nadiifin oo laga dahirayaan ka wanaag subhanahu wa wa huwa yathumma yustahabu an yunashafa bi thawbin fa in kharaja minhu min al mayt shayun ba'da al ghusl dhaqitaanka ba'da shayadu soo baxu ka faahu midka waxa kaafina ay ghuslu al mahalli alladhi ittasalat bihi an najasatu intal فصل في بيان الكفن كفنت عدين تهدو فسليها ثم يكفانو ميت كوي فاعلتنا فعل ميت كوالا كفن يا كفن اللقل يا كرفن يا كفن قول كفن ويا فسعال المساوى فإن كان ميت كو رجولا ينهدو يا نودب له رجل كوحالو سنة يا ثلاث لفائف فصدح مرور دير دير لفائف تاسو بيد عد عد لفائف تاسو مغسولة لطقة من عصبة جديدة وحب الله مبانا إلا أول بواح ودرع عرم وصغل أباباه مالك أن ينهدو يها السنة وحوه يصدح مرور دير دير أول بيد عد عد مغسولة لطقة ثلاثة داسو كل واحدة مد كستا وتستر أي أستر أيسو واحدة كل البدن بدن ككل أي أستر أيسو ثلاثة داسو الله قميص قميص فيها ثلاثه دحذ وصان ولا امامه امام فيها كما جرى على ودا فان زاد كان كفنها يوم كفن كاه عليها ثلاثه ذي قميص و امامه هذو كزيال جاز وبنا يهي ذلك المزيد على لا قال زياد يلو كردي و بنا يهي و بنا يلي وسن لم دين دي waa bannaan yahay hadii qamiis iyo inta qamiis loo geliyo imaamna madax loogu xiro waa rajul ilaahay fa in zaada al mukaffin kan wax ka fanahayo arinta tawlinaya alayha ala thalathati qamiisan iyo imaamatan hadu ku ziyadiyo jaza waa bannaan yahay dalika al mazid wa yahrumu wa haram al harir ninka waxa xaraam ka ah xarir in lagu kafano kafan looga dhigo yahrumu al harir ala rajul ila adu yamkun wala maqad jirin
وللمرأة ويندب للمرأة هون إذا وحل الصنع إزار هوس كنت جرجرة ليرة يو خمار الشاش يو قميص باج ساكو أم عمر لوجل شو صار لا صدح راس يو لفافة تاني لا مرة دهر لفافة تان كاسو سابقة تاني ووي لفافة تاني لا بدر دهر سابقة تاني ووي لا بو ووي هذا صعنة شنتاسين لوجل يا صنع ويغره لها للمرأة وحالوك هذا حرير نك حرامك حرير هو يعني لو قفنا وكرهي لأنه حرير كون كان وإن جاز لها لبسوح إلى شيء صعب بنانا تحية حالي طائفة فيه تغال ولا سوغالي أبي قنا وحيري أنا سوغالي إننا في الكفن فإنه يسلبه صلبا سريعا لقسيبه مع غالي العكتب بدين ترى هذا أم بعيد دعون السوق عشان كاسيم ويعيش هذا كم بالمهاية حريرتي ولا سغالية يا وكرهي ومزعفر كي زعفران كلام مريية ومعصفر كي عصفر كلام مريانا والله كهذا ثوب مزعفر يا ثوب مصبوغ بالعصفر ثوب مصبوغ بالزعفران وثوب مصبوغ بالعصفر لا بدل والله كان يا جوادي المركال لغو كفانه والواجب كان واجب كافر الرجل في تكفين الرجل انك كفن انت سكن واجب كوا اي والمراه وتكفين المراه انك كفن انت ما ثوب يستر هو ما يستر العوره عوره خلي لو قرنا انت سا واجب وات فتختلف واختلاف يسرا ما فيختلف ما غاسو بالذكوره والانوثه لا بالرقيه والحريه ما كان ادونه كان حر خلاف ما فيجب في المراه ما يستر بدنها الا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة وفي الرجل ما يستر ما بين سرتي ورقبتي والمعتمد شارح كوير أن أقل له أقل الواجب وثوب يستر البشرة في جميع البدن إلا رأس المحرم إيه ووجه المحرمة ما أهان وفاء بحق الميت حق الله وعرض إلا قري حق الميت مركل أوفنا يعني كركو من الله الدبار إلا أن أصوى محرمة لنتو وجهي سان مدحي سان قريني gabar dhimanta iyo muslimaha wajigeeda aan la qarinayn ma ahay saas wey weesuna wala soo sheeg wixii waajibana waa hal mar oo korko dhan qarinaysa un baa waajib oo markii xaqul meed kala feeri xaqul laahina waxa weeye ma yasturul awrata indaas labada hor suu daray marka laguma kala tagi kare wayubakharu wala bukhurinahay bukhur alushay alkafanu كفن كاين لبخور يلا قاعي يا سنة ويدر ويدر ولا شبه يا الحنوط بل كان حنوط كل يراد يا والكافور كافور والو شبه حنوط وهو ضيب مركب وي والكافور اسغنا ولا استعمال والو شبه يا مرض كفنت وهذا والو شبه ويجعل كان كفننا او ارنكا تولينا يوم كفن كاهو قطنان صوف ايو يلهيا قد نغاسو بحنود مع حنود حنود معي هذا أدق معي هذا على منافذه منافذ الميت ميت ميلي سفران فران دشو ذا يويل إيه ومواضع سجود وعلى مواضع سجود سجود مواضع يلي بوس سكيلا منافذ فران سيد الله بضع إن روضو كالسوف إن لو سارو سيد الصنكو كالسوف لو سارو لبدا بقودو كالساس إن سوف لو سارو أي سنة دو طيب وحصور راعي مواضع السجود لبد جلبود iyo marka sida soo kale in halka iyo wajigi iyo suufka loo saaro intii laga sujuudi jiray dhan way soo galayaan wayal jabhat wa wal jabhat wal anf wa badr al yadayn wa rukbatayn wal qadamayn wa kakula suufka in la saaro waa sunno walaw tayyaba shakhsiga mukaffinka oo kafanaaya haduu arfiyo jami'a badanihi mayd ka badankiiso idil haduu udug mariyo arfiyo فحسانون فهو تطيب كاسو حسانون مدونا كسوي وفي عنطا او وحونو كسامي يلا بهم ما يوحونا كسانو السامي فإن مات شخص هدو دينتو محرما حالو يهي اما فإن مات الرجل نين هدو دينتو محرما حالو يسوى عمل حرمة حجي عمرو حدوني بها هذا حرم الطيب الطيب كيواه كحرام لما أقول إلا سيما الدور انتو نولا ومحرم كاو لما أقول إن عدنا ومحرم كيسي والمخيد مدك الله طلنا وحرام محيد أم بالولد كيدا كيركي سمير كميدا كوبا هي لما أقول
وتغذية رأس الرجل ننك مدحيس مدح الدبول الديسان ويضان وحرام وتغذية وجه المرأة ناكت وجه الدبول كسون وحرام مركا فإن مات الشخص نسكر لي سيقود واي هدو دين تمحرم حالو يهي حرام الضيب وضيبك وحرام حكي دوم رمك لقاد شخصنا لجوغا والمخيد كي لا ترى سكن وحارة كلا قادر هذا الدم وتغذية ما مش عارف ممكن شو الدم ركوا سكوا سكوا شش ترين منك قار لا عنا وتغذية رأس الرجل إنك ما ذي حس ما ذي حد دبل كيس سكن وحارة وتغذية وجه المرأة إنك وجه هذا وجه هذا دبل كيدون وحارة مثلا ولا يندب الله ما السنة أن يعد شخص لنفسه نفتي سكفر إن ديار سكفر تجلس سنتوقع يوجر تل وحصلنا ما أنت أول إلا أن يقطع الشخص ينقينا يميانا بحلي كفنك حلال لمديسة أو أن يكون كفنك من أثر أهل الخير أهل الخير كأثر كريرات كأي كطغي إنو كمديها يميانا لا لازم سأله وديار سكرا هدو حان حلال مرا حلال مغالان لغي سهلي ما يتنلم بدا وادغانا داد كي أهل الخير كأثر كي أي كطغي يمرا إسيانا دو يهانا أصغنا وحوي إنه ديار سدباس ملاها وللتبرغو روحي ولا يندب الله ما الصنع أن يعد شخص لنفسه كفانا إنه ديار صدو إلا أن يقضع شخص إنه قوينا يمهن بحلي كفان كحلال نمديسة أو يكون وأن يكون كفان من أثر أهل الخير إنه كميديه موياني أهل الخير كأثر كوري راك كوري فلا باس وحباسكم صغنا أن يعده إنه مركا ديار صدو للتبرغو سباسه صغنا فصلون في الصلاة تكشى يوفسليها على الميت ميت كالغد كذو معنا في أحكام الصلاة على الميت صلاة الجنازة يا كانت هذا الله قد لا يا ثم دبذ يصلى هذه لا نقول لك فني دبذ يصلى عليه على الميت ميت كالغد كنايا أو نقطان كأيا شرطة صلاة شرطة لكن كفت اللي قال يا وصلنا سو عن كفت اللي قال والغد كراه ثانو شيخ دون شيخ ويسقط الفرض فرض كو دعايا بذكر مثل لب ايو كو دعايا ذكر كاس واحد مده دون النساء دو مركي كسكو اي واحد كو دعي ذكر ان حضرهن دو مرك رجل ان حضر حاضر غوب جوق نقرو كما دعايا ولي كنت كذا وين سو كنت كذا صلاه دي وفرض الكفايه حنا كو دعايا فرض كاس بذكر واحد هل هدو كنت كذا انت كلا واجب كو كدعي لكن هذه دمر يرجع إسلام شو كان دمر هذا ولو هبا بدنا دانا هذه كل دكان فرط كي مدع إن مركوا ككل إن حضره إن دمر كرجل إن هذا حاضر أصو كل عهية كل عمة ولو سبيا مميزا بها هذا فإن لم يوجد هذا له غيره إن غير مساعد دمر كغير كل لازم هن دمر كوحوي لازم فرط كي هن دمر كأي كل لازم هيا أيها واجبك سارا يو فرض الكفاية سارا يهي ويدو كذا ويسقط الفرض فرض كنا وادعا يا بهن بالنساء وكنا عيا دي كل جودين سوما باش وقع الله يستين وكنا عاو وإن تندابوا حال السنة فيها صلاة الجنازة لحد الوصنة الجماعة إن ليسوا جماعة استوى السنة نبقون أسعاد في وتكي بغر كنا جاشي مركز هو مقنعة وتكره صلاة الجنازة والكذا في المقبرة قبورها نحيو دوالك كهدا محل الدفن نجا مش حلالها الولد كده قبر يكشر ما على جماعة وضو حلقة بين القبور إن تلاقي جوا هالكاسين اللي جلود محايا له نبي حديث كسرنا تي وحكم لها أرض دور المسجد الله يقدر نجا إلا المقبرة تي والحمام ما هني صلاة دنا وحوي سير جود بين حلالها الولد كده وكره وتصوم مرتانو صلاة وعي صلاة الجنازة صلاة وعي كلامه وتقرأ ولك أنا يا صلاة الجنازة في المقبرة قبور على حلال وكان وأول الناس ذاتك كان هو أول إنسان بالصلاة صلاة هو أول إنسان يا ذاتك الأصوي ما دين مضم الإمام ونوع صلاة الجنازة أولهم أول الناس ذاتك كان هو أول إنسان وبالغسل نقدا أو من أقاربه ميت كقرابه إنك سكمدا إلا النساء دمر كمان فلا حق حق لهن للنساء دمر كم سكنوا عن قرابه أهدان هاي ذاتك إنك هو أول إنسان يا السوق ما نهيم كلا نقايو أي صلاة مركي لجوا هو أول إنسان رول الجينة أو يا هو أول إنسان تصوم مرة أب هي ثم الجد ثم الابن ابن الابن ثم الأخ ثم العم ثم ابنه ثم هين سيدي الله سيدي لكن دمر كمركي اللي تشوغم حالي يا هو أول السنة لي يا
dumarka oo qaarinta suuma ahayn meeshan waa laga soo reebay ila nisa falaa xaq loo salaad markii la joogo rag uun baa xaq u leh dumar bixmayaan way digaligooda inahayn ahe waa sidaas xaq meeshan kuma laha dil isla joogo way qadmo waa la hormarinay al wariyo waliga cala suldaani suldaanka waa laga hormari waligu ninkan bixinaayo ku xaq la way salaad inuu bixiyo suldaanka iyo madaxweynaha haday isla joogan waa laga hormarin وعلى إمام المسجد نبي الأولى يا الله هو مرينو مسجد الأولى دكان الإمام كي أسوأ أنا بحنا هاي ولا في عيني هاي ولا يجا أيا ولا يسمع ساسوله ويقدم الولي على السلطان ولا أصان نكد أدوين ولا هو مرين على الأفقه كان فقه بدر يو غيره غير الأفقه سيد أقرأ أو رعيك وصل يا الله هو مرينا يا أصان كند أدوين ee xaq islaamka ku daada weyn laga wadaacna yaa ninkii shala soo islaamay ninkii maantay wadan Soomaaliye ninkaas oo hore u soo islaamay Soomaashii jamacada kuma ana soo marin raas loo jeeda daada aas ayaa la hormarinaya wuxuu markaa calal afqahi iyo waqayrihi kii fiqiga badna iyo oo baabu salaadka si fican u yaqaan iyo qeyrkiisa sida aqra'i iyo awra'i kuwaasna waa laga hormarin faystawoo naas ku haday sanaraan fessinni daada haday ku sinaadaan dadkaana muslimnimaa baa lagu dhalay waay maxaa la sameeynaaya sida kalena wax awliyo way isla yihiin way sameeyeen rotebo wala tartiibinaaya ka baaqi salaati karta tayyibi baaqi salaati ka tartiibi baaqi salaati salaada baaqiga tartiibintiisa ayaa oo kala la tartiibin maxaa la yiri salaad markii la joogay dadka ayaa ugu awleysna inta la fiirinaayo baaqa waa soo marnay fayuqaddamu al-afqahu ayaa la hormari jiray wala sanay ثم الأقرع يا لهور مريك قرآن خس كبر ثم الأورع سلاسة الأولى هي كترتيب باقي الصلاة ولو أوصى شخص هذا دردار ما أن يصلي عليه كركيس أجنبي نن أجنبي كله أقارب تعن كم يدعين شيء غير اللي وده كذا ربع جناسة وإمام النقطة أي مع هذا سمعنا من الأوفنا قدم الولي ولي قال لهور مري عليه أجنبي ما يلا لي ما أنت ولي حق سوى حرية أسوي حق سهودة هي موقتة ولي حق سهودة لقي يلمه لأنها جنازة حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها شديد أمام حب إسقاطه حقه شديد ديسة وصية ديسة لقف لما يولي ويقف الإمام إمامك وإستاقها عند رأس الرجل نيك مدي حيسا مدي حيك تيسو إستاقي وعند عجيزة المرأة ناك تقارضن بيت كذا قارضن بيت كأك تيسو إستاقي واتهي سلادان أفيرسو عليه نن مركو يا إمامك المنفرد كذلك واي مدح قابلها يا عند رأس الرجل يسكو أدنى يا حقيت شراء يا عمر أنا قبل سام مركي تاعي وعلى الربع صدق كتبت كقرا وحوي معظم بدني إني ملك تعبوا ملك تاني وحولين كم ملك مدح أنا لسوق أسوى أو بدي حدا لو جير شو على خلاف العكس وسادة صومالي استعمار شو أنت لو جير نسوله وعند عجيز المرأة تتنوى صحوة مضي حيادو دنك وحوة وحوحيقة هيا قبضا مدكتا لوجين قيد تهرار مدكتا حتى لبضا السنود مشهدو استقاء آدنا إمامك أيوه منفردك كما عدن قال أيوه إعراكتا وبلاركتا شانت ماني نشسكو أتشامي دول بي ويقف الإمام إمامك ويستاقى هيا عند رأس الرجل إنك مضي حيث أكتيسا إياه وعند عجيزة المرأة يستاقى هيا إمامك أنا منفردك أيا الله مدى مسألة كل مدى فإن اجتماع تأسمرك أنا صوب حسنا لذلك ربعوه يقف الإمام عند رأس الرجل وحكى قد السنة كنت ألفق إنا كسو بارتان على ذلك الرابع عادة الناس وحكى يكسو عطي إنا سو شيكتان على ذلك الرابع عمل الناس يسيد كتبتك القرآن إنا سو وافج سانة دي إسليه فإن اجتماع جنائزو جنازوي هدي كل ما تاسو قفوض على إسلاكين فلا أفضل كان فضل قبنا وحكى إفراد كل واحد مدو البكالية لكيس بصلاة لقو قليل ويكد كرينا كلا سوغلي هذا سالو ودو ويجوز وحبنا ان يصلي امامك ينود كدو عليهم على الجنائز جنازه يكد شود دفعه واحده هل مر او قرا انه كد كدو تاس ايدنا وبنانت وبنانت ليله كسد في عفد الله لو سو شيغد ويضع وان يضعهم امامك اما مصلي لبدا صفائل كلا دغي كران ويضعهم جنائز تينو دجيو امامك ام مسلم بين يدي هرتيسا انو دجيو ايا بنا بعضهم جنائز تغار كود حال خلف بعض نقار كرغاج وكله ريانا هكذا سداس كان متكلم 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 ساس وسح وتفين معنا
إنسان لوصف صف الله مرة لصاص لوصف يعني. ويليه إمام كان وحى لسه حريصنا إمام مصلي قادو منفرد ياهي الرجل أيا لسه حريصنا حديث الله الصومري ثم السبي أيا لحريصنا كحجة ثم المرأة يا كحجة تقبل أدنها وين يدي ثم الأفضل يا دنا كحجة أنت عدين تشيلون حديث ليهين ثم الأفضل فالأفضل وينك كان فضلك بدن هذا فالأفضل كان فضلك بدن ولا اعتبار اعتباري في رقم صونا بالرقة أدوني ما يوي الحرية حرني لا رقة بعد الموت سمعن اللي لن تدبوا يا دون ما وجرتوا يا دون لو يا ملح ولو جاء واحد من هدو يمال بعد واحد من كالا كدب جناسة تال من كالا كدب كان على سمين قدما إلى الإمام إمام كحق سبح الله حرم للسوحجين الأسباق من كالسبق انتبادنا السوري ولو كان أسبق أسوم مفضولة كل فضل بدن يهيبها أهال الحق لمن سبق وامانته الحمد لله من أفضل ما أفضل أفضل ما هو أو سبيا بها أهادو إلا المرأة ما أهانة جبارة أمريكا ورولا كيانا نعم على قد دوا كيانا إذا ما إمامك الحجينا مايا فتو آخر المرأة للذكر لأجل الذكر أيا لود دبلغي ذكر كاسو المتأخر مجيو ما تنكيسو تأخر الضاهيو ثم دبدي ينوي مصلي ونيسن صلاة الجناس ونيسن ويجو حواجب التعرض إن أبن بحمر كن يسنا على الفريضة صلاة فرض تاعه دون فرض الكفاية معنا فرض الكفاية نسيني يستو كفاية قصيدة على سبب معه ولو صلى مأمون كوا هدو دكناه على غائب من مقن وكد دكناه خلف من روح قداشي سو خلف من إمام قداشي سو كد دكناه غائب من كاسو يصلي أسوغن كد دكناه على حاضرين إمام يمأموم عليه ولا سحرين إمامنا حاضر كنيس مأمومنا غائب صلاة أنيس ولا كلا تقسو معه صح اقتداؤه مأموم كاقتديس وانصحين صح وي وان غائب كنت كان حاضر كنت كان وأصبح ركران ويكبر مصلي وتكبير صناعة أربعا أفر مرة كبار أربعا أربع تكبيرات أفر كبار وتكبير صناعة أفر تو أركان تكبير وقتها هل هنا يلقى تري أفر تو رافع عن حاله يكي كرية لهي على وجه الندب ويرفع قاس واجب ما يده لبس قعمد كرية لا ويضع ودتنا يا مصلي يمنه من كيس على يسرى ويكد ودتن قرمه بين كل تكبيرتين لبا تكبيرات كستدح له لبا قعمد وسصار يا وسلو تكدو فين كبر امام قادو تكبير صدا خمسا معنا خمسة تكبيرات مد شناد كو سيدره ولو كان التكبير خمسا عمدا بها هذا لم تبدر صلاته وتسلادي سبر ميسو لكن كو راعي صلاه ومامومه لكن لا يتابعه إمامك المأموم راعي ماي في الخامسة خامسة كم الراعي عبد الله بن مسعود كلا وقب عشان تبعه لكن وحلي هذا مأموم كي خوخ راعي ماي خامسة صدا من صمد بل ينتظره إمامك وسجايا ليسلم مسؤول سلاما نقصد مأمومك معهم على الإمام تبعيد ما الله أكبر والله قصب ويقرأ وقرنا هي الفاتحة بعد الأولى تكبير طول الجلسة الفاتحة أقرنا هي الأولى من التكبيرات لكن هو المعتمد أن قراءة الفاتحة لا تتعين بعد الأولى بل الركن هو قراءتها بعد أي تكبيرة ما شو قدام السجيك راه سيد أولى سنة ها وحيتها إنه بعد التكبيرة الأولى أغري مويانة شرط معها فاتحة اسمرك تعود إيو بس ملا إيو معناها تعود إيو استفتاح إيو آمين إيو وحي ليقاني ملوصة مينها يا واتنا فيه ويندبوا حال السنة التعود عود بالليس أو تعود بالله ولا إيمان يا إيوة التأمين تأمين ولا السنة أمين ولا ولا الظالم كيرا دون الاستفتاح استفتاحي إيوة الصورة صورة دي كالسكو أي الله السنة التعود كي تأمين ك دعاء استفتاح الله إيمان يا صورة نمر كنا ما يد بيد الله إيمان يا صلاة وحي كل سنة على التخفيف ويصلي مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة تكبيرة قداشه كصلى تكبيرة الثانية اللبات قيد ويقلقوا أتشوان ثم يدعو للمؤمنين إسلا بعد تكبيرة الثانية مركو النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين تأيو الدعين يعني من كمؤية والمؤمنات على وجه الاستحباب بعد الصلاة على النبي كما يصلي على الآل بعدها بعد الصلاة على النبي أيضا ويحمد الله قبلها بأي صيغة فيقول مثلا بعد تكبيرة الثانية الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات واسك السنة ويدعو على أسوأ
ثم يدعو للميت ميت كود عينها يا قال بخصوصه وجوبا ضل وحل وضر ما هي ميت كود عينها بخصوصه قومي بعد الثالثة بعد التكبيرة تكبيرة قداش تكبيرة الثالثة الصد هذا كان يكون شاء الله ربعه فيقول وحليها مصلوا اللهم هذا ميت كان عبدك أدون كاري وابن عبدك أدون كاري إن كيسوا يا دلائل خرج جواب بحياة دون كانوا من روح الدنيا الدنيا واسع نمديها يا وسعتها من روح الدنيا الدنيا راحة لي أسكت وأكل النصيم يا أبير معنا وعرفت لي وسرح لي يا وسعتها واسع نمديها وسعتها الدنيا واسع نمديها وكبح والحال البحر محبوبه أسكك وجعل يا وأحباؤه ميت كان أسكك كوي جعل فيها الدنيا الدحيح ذا يكون سوينهين حاجة أباح إلى ظلمة القبر قبر مقدس أباح وما إلى ما شاء أباح هو ميت كل قيمة من كل ما هي من جزاء أعماله أهو كان ميت كان وحوه أما عبدك عشو يشهد أن أقبره لا إله إلا كلا ينصر إلا أنت أدي مويان وحدك حالاتك لك لا شريك الشريك حالك أدي وصف وصونا وأنا محمد عبدك إنو يهو ورسولك إنو يهو مقروها وأنت أدق أنا أعلم به ميت كان منا أنا نوع علم بدن أنا ظهير من فلا نزكي عليك أحدا أنت أعلم به منا اللهم إله إنه عبد قال نزل بك أدق كسو مرتي أدق مرتي كوي هاي وين نزل بك أدق كسو مرتي وأنت أدق خير منزول به أحد لمرتي كان خير كبلاناتا وأصبح وحو هذا أدون كان فقيرا من الله إلى رحمتك أنا حريصا إله وأنت أدق غني ناتيك وكديرت عن عذابي أدون كان عذاب كيس وقد جئناك أن نكون واقوم من ربي وراقبين حالا ضلبين إليك إذا كنت ضلبك تشرينين شفعا حالنا يكون شفيعا إرقينا هي له للميت اللهم إله إن كان ميت كان محسنا هديوها الدنيا دمت شومر كتشو عمل كزمد وناتي يفزيد في إحسانه إحسان كيس أسيادي وإن كان مصيان هدوها فتجاوز عنه اسكع في اسكدا ولقيه عبدك إله الله كل من برحمتك بالصواب رحمتك له رحمة هذا السبب كذا رضاك إله كل كلمي وقضيه عبدك إله كرد وفتنة القبر قبر فتنة دي سي وعذابه وعذاب القبر إله كرد وافسح له عبدك إله واسع في قبر قبر يسوى جاء في الأرض أرض إله كرد يري عن جنبه إلا بيسر لنا عيسى صريح ولقيه إله الله كل من برحمتك بسبب رحمتك الأمن أمني من عذابك عذابك وكأمن من هذا إله الله كل من حتى تبعثه إلى أسوأ بحنس آمنا حال يكي آمنا إلى جنتك جنة أسوأ بحنس يا أرحم الرحمن أنت حريص الله أقول حريص بدن وحصونا وحونا كسنا المصنفك أن يقدم مصليه عليه الدعاء هذا أن صور شيخ نكسو بالله بناهي اللهم هذا عبدك إنه كهر مريال ونكسنا كهر مريال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان دعاء سنو كهر مريال وصنو معنوح يا اللهم إله يغفر لحينا كأن النرودا وميتنا كأن دنتي ودا وشاهدنا كأن حاضرك وغائبنا كأن مغو صغيرنا كأن يري وكبيرنا كأن وين وذكرنا كأن الله وأنثانا من كأن لديك اللهم إله من روح أحييت وآدنا وليس ومكم منا أنا غمد فأحيي على الإسلام كن ولي ومن توفيت وقاد وفسط منا أنا غمد فتوفوا إلى وفص على الإيمان ويقول مصلي وحلي في الصلاة الصلاة نحل وحلي على الدفل وكس صلي وكدكنا يقلانك عنق أنقان جاري على الدفل إيوه دفلي سيس عنق ناس شنو قال لي يوم لم يبلغ شارع كسر دار عيد كسر قان قارن لم يدواي مع هذا كان مع هذا دعاهن الثاني اللي بعد معي يسوي له دعاء ثاني معوي حبيبي مركو اللهم اغفر لحينا وميتنا والشاهدين مركو سوا قريو مع هذا دعاهن الثاني اللي بعد معي يسوي له يا كاس كقرا وكسر دوم مرنا يا اللهم إله اجعله دفلي كان فرضا على إله قيا لأبوه اللي بيس أبوه يا أبا الغوضة فرضك وحلو لجدا مهيئا من دياريا لما صالحي ما الله بدأ بمصالح يدنه جنضك الدياريا وسلفا هرمر إله وكيا وسابقا منك هرمري ويحق جنضه سيب الرحاي وذخرا كيد إله وغدي وحنا كيد آخر وعيدة تنوان إله وغدي واعتبار عبر قادش إله وغدي وشفيعا من إرجي إله وغدي وثقل به إله به وبأجر فقده وينتيس أيوائين وينتاس أجر هذا يكون صورة أجر يا سماع بأجر فقده وينتيس أجر كذا إله كعسلي موازينهما أبا وينك ميزان يالكود حسنات إله كزياد كعسلي وأفرق الصبر الصبر يا دلقات إله شو على قلوبهما اللبدي أبا قلبي يالكود إله كشو
ويقول مصلي وحليه بعد الرابعة بعد التكبيرة الرابعة وحليه اللهم صل وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله انت صلنا وخرنا معنا وحبي اللهم إله لا تحرمنا نقد أجره أجر الصلاة عليه هي أما أجره وحوي مصيبته ولا تفتنا نفتنا بعده ميتين قداشيس واغفر لنا أنك يوله ميت كما النور داف ثم دبدا يسلم والسلام نقصنا يا تسليمتين لا بس سلام الناقص الأولى ركن والثانية سنة وواجباتها صلاة الجنازة واجبات كذا أركان تيالو للجداي سبعة تضبوي كو النية يو القيام استاقي وأربع تكبيرات نحن لك حسابي والفاتحة فاتحة يو الصلاة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يو أدنى الدعاء الدعاء للميت ميت كله الدعاء كم أغير انت وهو أدنى الدعاء اللهم اغفر لهذا الميت انت ساوي يو التسليمة سلام نقصي الأولى هروي وشرطها صلاة الجنازة شرط يدنا كغيرها كشرط غيرها صلاة الجنازة غير كغير كشرط يلم ديه أو وحي آنه رأس ومرنو أها أورد إن لا أسطر وقبلتي إن لا قابله وحي آبها صور لأنه وحوي شروط ويسوق ويسوق الله وانا هيا شامل ويزيد شرط صلاة الجنازة عن فعل كالي صلاة الجنازة شرط يدو لزيادة أو صلاة دك الشروط دي كل زيادة تقديم الغسل ميت كدقتان كيسة دقتان كهرمر انتيسة ميت كيو على دقم الودوك كرام مايا شرط وين الهرمر وحكى الرجل وألا يتقدم مصلي على الجنازة جنازة إنصا كهرمر وقبل ذلك إنك جرت دي حضرت هاي هو تاس أيو للزيادة وتقره والله كان هي صلاة الجنازة دي قبل الكفن كفن انت كهر وكراهيو ولا تقول لك وكراهيو فإن ما تهدور أنت شخص في بير على ذكر أنت أو تحت هب من أما دمد هوست هذا وكل أنت جوريا كل دمي بهلا كل دنتي أو تعذر أو عذرتم إخراجه ميت كاس وبحنتيسة يا وغسله نقتان كيس لم يصلى عليه الجد كم ما يقال سكاس يا لماذا محل الجد كواي هي لماذا محل الجد كواي لفقد الشرط هو ها غسله ها سلوائي سيدا السلاء يهدو حالا يقانا وحكم بذوابه غرح كل علمها أيو يا ميلو هذا الملأ مساجدها اللو قد دكدو واسد هذا الملك الظاهر كان وحوه لم يصلى عليه بعض العلماء وحيرا والو قد دكنا يا سواتوا نبقى وحيه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استدعتم لقيتان كيس ما أودنا أنك ما أودنا الصلاة هنا ودكنا ودكنا إنه قاعدك رفقيا وحيه الميسور راي صد بالمعصور بحفظ ذلك أودا معصور كي أدن أول سبب كي سكمر دعوه ما يلا هاسم ذاك لو حوي أهل كي يقولوا بتورا ما كلا كبا هلا فيريو مصلح راسو وحي كجور تايلي اللي قد دكرو وركاسو على أقول والله بحثي أوي نصوص تأيو مركل اللي جوه ما يسمى سايشة والله فير شان أنا هذا ما حنا وقر لا يصلى عليه اللي قد كم هيا لا أرشوا والله دعينا يا ومن روحي سبقه الإمام وإمام كي أكسب يكهر مري ومأموم صلاة الجنازة اللي دكنا إمام كي الله أكبر تكلا هرمة ببعض تكبيرات تكبيرون كقال كما يقول كلاهور مرأس والله من مرايا أكو صحيرة عن مسبوقات أحرم هو من كاسو وحرمنا يا مركو حرمته ترتيب تسقص عن وقراء وقرنا يا فاتحة دي والسنة إنه مش أكو أخري قداش شيء لكنه ما يلفظ دونه قيك كراوتيه والرعاء وحونا الدورة يا في ذكر ذكر قال وأخرنا هذه ترتيب النفسي أيو الدورة يا ما أنا ترتيب الإمام الدور معيو فإذا سلم الإمام إمام كادو سلام النقص إلى ركوعي من جيران مقتداس كبر وتكبير صنايا مسبوق من الذي كبقي حري او من صلاته كما ذا وياتي مسبوق نوح الله ايمان هيا بذكر ذكر سو الله ما انت قد ما ول ثم دبر يسلم سلاما نقصنا اساس الدكنا وان دبوا حال الصنايا الله ترفع الجنازه امام كما كبحه مسبوق ولي كجرو جنازه ان هر لا قادي سنه وي هذه لا قادنا صلاه كبر مس مسبوق وي ما قبلات يو كجي سلم ما لا قادي وإن دبوا حال سنوية الله ترفع الجنازة إن الله قارن حتى يتم المسبوق ومسبوق إلى أكتامي إليه صلاة وصلاة والسنة المسجد فلو كبر الإمام إمام كهدو تكبير صد عقب تكبيرته مسبوق تكبيرتي تكبيرتاس الأولى هورا كذا شيء مركو كسحة الله أكبر يدي وإمام كهدنا الله أكبر كذا وكان رسمينها يا ما أقرنا يا مايا كبر مسبوق وتكبير صنايا معه مع الإمام ملا الله أكبر لي
وحصلت لبدا تكبيرود نو وي حصل هيانو سو افر تكبيرود انو لا يماد لا ما ربين لبا كميدا وا وخ حساب سنت ايوان وسقد عن حقيسا وحا كدعهي القراءه قراءه نو كدعيسا هذا قراءه كدعيسا وحا ليلاده شيخ انت فرودات كيسا كميتو مصنف كاهو معناها بعد التكبيره الاولى فتعلق اقرياء متعين او قبصما سده كموقته يا دي واخ وي ميل ولبا لغي كرا قول كيسا لو سوده فتح كدع اسلام نين غدال كو اقريا لليدا وسقد عن القراءه قراءه نو كدعيسا ولو كبر امامكو ادو تكبير سرو وهو نحال مسبوقي في الفاتحه فاتح هذا بحيره كسغن يحي قطعها فاتح الوقوينها وطابع الله اكبر الله هذا تسك دافتي عن مسبوق وصاص مك مرغا حرت بسم الله الرحمن الرحيم اترادو ركوع سو الله اكبر ركوع ما ادي جين كنا والمد قطعها وطابع الله سبحانه ولو كبر الامام امامكم هذو تكبير صد تكبيره او فلم يكبرها تكبيرتي المأموم مأموكوسة تكبير سوسة قرائي حتى كبر الإمام إلى إمامكو كتكبير صنايو بعدها مديه رقة دا الشيدة بدل صلاته الله أكبر ياتي إمامك الله أكبر يري أدون الله أكبر مر لبادو الله أكبر يري إمامك وحذرنا كومة تشيرو واسكت شوكتي إلى مر لبادو الله أكبر كيرا بدل صلاته بلا عذرين لبركني هدي الله لا تخلفه محل دي اجري صلاه دبر سومهان تنا وحو لبا تكبيرود ايا لبا رن او دغنت واي اسو نكونايا اه ومن روح صلى دكنا يندب له من كان وحا لو سنيا الا يعيد صلاه بن سوعل جنازه صلاه الجنازه لو ما سوعليو مر ادات كنتي مر لو سوعل مسي ساس لغا ودا ومن روح صلى دكنا يندب له من كان وحا لو سنيا الا يعيد ان سوعل صلاه دي ومن روحي فاتته وتاه صلاة الجنازة أي كتكت صلى على القبر قبر قدوش أي كد كان قبر ما كل قليل أي كد كان هيا إن لم يكن قبر النبي هذو صنعين النبي قبر يقول قمت دكله وصاعنا وكد كان هيا قبر يقول تقايم قبر كد كان هيا لا دوين تشوفه كسو قارو هاي بناك انت تشوفه قرم لكن إن كان من كاسو هذي هو هذا يوم موته موت كان ميتك لمشدا مالك بالغا هدوا كوان غار بالغا سو عاقلا عقل له او ددكي من اهل فروض الكفايه وكم يدعوا والا او هدو سن بالغا عاقل اهي قف رب انه هدا كدكد فلا يجوز ما بنان يصلي على القبر قبل يدوش انه كدكد وما بنان مساله ان وحي تاع نينكي بنانك انتو يا لك سو غاري وايي وصلاة دي أي دافتي مركي قبرغا أو حوالي لقالي يدبدي يدو كدو كنايا ما شر دي نبي وينو صنعين ورتكو عقل شر دي ما لنتي وشخص يعني لمن هي وقبر يسو كدو كنايا نن كانوا إنو بالغ حقان قارها حل ألقان قارها أما آدار دالان أدقل إنتا كدو كنايا دلقا يلي ما هي مان سيهم بي عاقلنا وإنو هدو مجنون مكاس والنا جنولا oo dadkii waxa weeye fardhu kifaayo saara oo sakamidayeen asagana lagu soo miyo san ku dukana laga yeli maayo wala fala wa ka kulayo fala yajuzu an yusalli ala alqabr adu inta saayo wa yajuzu wa habana an yusalli shakhs wa inu dukada ala almayt mayd inu ku dukada mayd kaaso alghaibi ay ghaiba maqan an albalad balad ka kam maqan magalada ma joogo meena tuloyinka su ku dhintaana وإن قربت مسافته قائب كمسافة يسهب الدوات مرحبا مقالة أجوتلون سبيني صلاة الجناسة هي الغائبة ولا دكنا يا لي ولا يجوز مبنانا أن يصلي شخص وإنه دكذا مبنانا على غائب مدمقا في البلد بلد كما قالنا دحيا دكم مقا إنه كد دكذا إنت على جوغا دكمدا دكمدا بون ديرو يا لميتك صلاة الجناسة غائبة دكنا ما يعواتا مثل مقالة اللي جوغا ولو وجد بعض من فروح قارك هدي له من كاسو تيوقن الله بي موت من كلمة شديسة مريحيسي الله لا يغسل ولا دقا يكو وبعدها وكفنا وانا لكفننا يا كفتا لقينا وصلي عليه وانا الود كان يا من. هذا البعض ولو ضفرا او شعرا واطا وصلي عليه وجوبا ميتك لا وميتك موتا ولا ود كان يا من. ويحرم وحا حراما غسل الشهيد شهيد كدقيتان كيسو حرام شهيد كي ان لا دقا عمرك وحا ويه وحرام
والصلاة عليه الجد كذا وحرام أيضا لما أقوله محل شهيد ليرة وهو شهيد من ويا ما ترد أنت هو منكم في معركة الكفار قال هذا دجال كورا كل أنت بسبب قتال الكفار تدجال كورا السبب كينا كل أنت سبب القتال حتى حبيت قصوا اللعبات بسبب القتال ورتب قتال مية يهاو دجال كيو صعدة أن شوكسنا مرد أنت ها شهيد ويا أنا فتنزع عنه شهيد كوحالة سيبا يا ثياب الحرب دجال كذا كيس ولا قصيبة توتيه وشيء وكذا ولا قبحناه ثم الأفضل هذا أنا كان فضل قبلا وحول أن يدفن الشهيد كأن الأعصو ببقية ثيابه دركيسة دركا بقية دو إن لغو أعصو بقية أعصو على مولات تخاتي بالدم ديك لغو نروي ديك شهيد نمدا دركا أعصو كدو بيه إن لغو أعصو أفضل ولي 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 غنا وحا أسوغ ناري نزعها ثيابة مولات دخاتها بالدم لغو نروي إنو سيبو إيه وتكفي أمريكا لأوغلي وليه ولي إيه وتكفينه إنه كفانيه من مال سو مالك سو كفانيه يا تاسنا وحوي والله هاي والسقط سبحان الله والحمد لله.